مشاهدو الحياة الآن، كل عام وأنتم بخير، وأهلا بكم في جولة إخبارية جديدة نستهلها بأهم العناوين. أكثر من 3 ملايين مسلم على جبل عرفات لتأدية الركن الأكبر في الحج، واستعدادات مكثفة لنقل الحجاج المصريين إلى مزدلفة تمهيدا لرمي الجمرات غدا. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك. الحكومة تعلن الطوارئ غدا وخطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين، والداخلية تعلن الإفراج بالعفو عن 358 سجينا بمناسبة عيد الأضحى. وزارة الأوقاف تخصص 4683 ساحة لصلاة العيد غدا، وأدار الإفتاء تقول إن إخراج الأضحية بنظام الصقوق أفضل من الذبح في الشارع. ومن العناوين إلى التفاصيل، حيث توجه أكثر من 3 ملايين مسلم إلى عرفات لتأدية النسك الرئيسي والركن الأكبر في الحج، واكتسى عرفات وجبل الرحمة باللون الأبيض وهو لون ملابس الإحرام، وارتفعت الأصوات بالتلبية والدعاء. وحرص الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس البعثة الرسمية للحج على المرور على مخيمات الحجاج المصريين، يرافقه رؤساء البعثات النوعية للوقوف على أحوال الحجاج والخدمات المقدمة لهم خلال تأدية المناسك. وطالب الوعاظ المرافقين للبعثة بضرورة التنقل داخل المخيمات للإجابة عن استفسارات الحجاج، فيما قال اللواء سيد ماهر الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية إن استعدادات مكثفة تجري لتوفير سبل الراحة للحجاج وتوفير وسائل النقل الكافية لنقلهم إلى مزدلفة تمهيدا لرمي الجمرات غدا في أول أيام عيد الأضحى المبارك. لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك. هذا وقد ألقى مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة، التي تناولت الإسلام كدين عمل وأداء وقيمة هذه النعمة على المسلمين. وطالب مفتي المملكة المسلمين خلال خطبته أن يتقوا الله ويعاملوا بعضهم البعض باللين، داعيا أمة الإسلام إلى العمل ونشر العلم فيما هو خير ومفيد للأمة الإسلامية جمعاء. فدين الإسلام هو الدين الحق، وهو الأديان، كما أن أمة محمد أفضل من يقول صلى الله عليه وسلم نحن السابقون، الآخرون السابقون يوم القيامة، أمة الإسلام، أمة الإسلام نحن الآخر السابقون يوم القيامة، أمة الإسلام. إن الله جل وعلا أجر إن مكة المشرفة ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نالتا عزا عظيما
بنزول الإسلام في إيمان، بنزول الإسلام في إيمان. فهما نهضة الوحيد ومن باب الرسالة الإلهية والهداية الربانية، بهذا أنزل الله فيهما هذا الكتاب العزيز الذي هو جد بشريته في دينها ودنياها، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولمكة والمدينة خصائص وفضائل فريدة، فمن خصائص مكة أن فيها أول بيت أقيم لعبادة الله، إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهو للعالمين، وأنه حرم وأنه آمن، ومن دخله كان آمنا. يقول الله جل وعلا: أولم مكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ومنها مضاع الصلاة فيها، فإن الصلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة فيما سواه، ومنها أنها أم القرى والقرى كلها تبع لها، ومنها أنها قبلة المسلمين لمشارق ومغاربها، وحيثما كنتم تولوا وجوه شطرة. ومن خصائصها انجذاب القلوب لأحوال، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ومن خصائصها أن أحب اللقاء إلى الله قال صلى الله عليه وسلم وهو يريد خروج من مكة: والله إنك لأحب اللقاء إلى الله، ولله إنك لأحب اللقاء إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما أخرجت. وقد اختار الله الحرمية وجعل موضع لأداء نسخه، وألزم المسيح الديان إليه من قرب ومن بعد. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة. ومن المشاعر المقدسة ينضم إلينا مباشرة الدكتور حسين الغنام المشرف العام على إدارة الحج والعمرة في وزارة الصحة السعودية. أهلا بك دكتور حسين. أهلا بك يا فندم، كل سنة طيبين وانت طيب. مشعر عرفات هنا أنا من جوال جبل الرحمة، ألبي مع جميع حجاج بيت الله الحرام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك. ربنا الله من الحجاج، مشعر رهيب هنا في عرفات الله. أتمنى لنا ولكم إن شاء الله ولحجاج بيت الله الحرام حجا مبرورا وسعيا مشكورا. تفضل بنت. يعني نتمنى لكم السلامة جميعا، وأنا أتقبل الله منكم الدعاء وصالح الأعمال إن شاء الله. دكتور حسين، يعني يريد تضعنا في صورة هذا المشهد، هذا المشهد الرائع، هذا المشهد الروحاني على جبل عرفات. أكثر من 3 ملايين حاج يقفون على صعيد واحد ويهللون ويدعون الله أن يتقبل منهم هذا الركن، هذا الركن الأعظم في فريضة الحج، ركن الوقوف بعرفات. كيف تسير الأمور؟ وطمنا على الوضع الصحي لحجاج بيت الله الحرام. بفضل الله وحمده ومنته وبدعم سيدي خادم الحرمين الشريفين وحكمته الرشيدة، الوضع الصحي الآن مطمئن. المشاعر المقدسة وعرفات وجبل رحمة أمامي ممتلئ بالحجيج الذين يصعدون للجبل يهللون ويكبرون في هذا اليوم الأغر. منتظرين إن شاء الله يوم الغد للذهاب إلى منى ورمي الجمرات وعيد الأضحى المبارك للجميع وجميع المسلمين. نتمنى إن شاء الله أن تعود هذه الأيام المباركة علينا وعلى جميع المسلمين في أمان ويسر وسهولة. طبعا هنا في مشعر عرفات يوجد 4 مستشفيات كبرى، تم نقل 10 حالات مرضى بالإخفاء الجوي الطبي إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، يحتاجون عمليات قلب مفتوح وقسطرة قلبية تقدمها حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين للمرضى مجانا. لا توجد حالات إصابية في المشاعر. ربنا والحمد لله أمس أكرمنا بأمطار خففت من حدة الجو، وهذا اليوم الجو رغم حرارته لكنه كان أفضل من يوم أمس، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على حجيجه
ونعمه وفضله علينا جميعا سبحانه وتعالى. يعني دكتور حسين، يعني كما معلوم مع يعني مع يعني غروب الشمس ان شاء الله سيبدأ حجاج بيت الله الحرام النزول من على جبل عرفات متوجهين إلى مشعر مزدلفة. الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة السعودية لضمان عملية يعني نزول الحجاج بسلام وأمان إلى مشعر مزدلفة إن شاء الله؟ أولا لا الحمد، الحركة المرورية سهلة جدا متسهلة. يوجد أكثر من 100 إسعاف تجوب شوارع عرفات، تقوم وزارة الصحة بعمل ما يسمى الطب الميداني لعلاج الحالات في أماكنها، والحالات الصعبة يتم نقلها فورا إلى مستشفيات. يساند هذه الخدمة هيئة الهلال الأحمر السعودي وصول كبير جدا من الإسعافات، كذلك نقل المصابين والحالات إن وجدت في الشوارع إلى المستشفيات. ولكن لله الحمد هذه العام مقارنة بالأعوام الماضية نسبة الدخول المستشفيات أقل، مراجعي العيادات الخارجية والطوارئ أقل بالله الحمد كثير. الوضع الصحي إلى الآن مطمئن جدا 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 بفضل الله سبحانه. الحمد لله رب العالمين. نتمنى السلامة لجميع حجاج بيت الله الحرام. الدكتور حسين الغنام المشرف العام على إدارة الحج والعمرة في وزارة الصحة السعودية، شكرا جزيلا لك، وللاطمئنان على الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة وعلى جبل عرفات ينضم إلينا أيضا اللواء سيد ماهر الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا سيادة اللواء، يعني نريد أن تطمئن على وضع الحجاج المصريين في جبل عرفات. لا الحمد لله، الحمد لله حضرتك جميع المصريين في صحة كاملة، وبيلبوا حاليا في المشاعر، وبيلبوا بيقدم أداء الفريضة بتاعتي، ومعظمهم راح على جبل الرحمة، وفي موجودين في الأماكن بتاعت في الأماكن المخصصة لهم. والجو رغم الحرارة لكن في يعني في نسمة بالهواء ميسرة الأمور، وكل في يسر يعني، والمملكة صراحة مقدمة لنا كل التسهيلات اللازمة. طب سيادة اللواء، يعني عملية يعني نزول الحجاج مع غروب الشمس من جبل عرفات، الحجاج المصريين متجهين إلى مزدلفة، الترتيبات التي اتخذتها يعني بعثة الحج الرسمية من أجل أن يتم عملية النزول بسلاسة ودون أي حوادث إن شاء الله؟ إن شاء الله قبل صلاة المغرب الجميع إن شاء الله بيركب السيارات والتكسات ونبدأ النفر بإذن الله، بننزل على مزدلفة وفي تنظيم كامل وسهولة وفي المرور. وهنا المملكة القائمة الحركة المرورية في تسهيل كافي يعني وكامل سيادتك، عشان أعداد الاستيفاء الضخمة لكن الحجاج المصري. طب يعني أنت حاليا على جبل عرفات والجميع يتمنى أن يكون معك في هذه اللحظة، هذا المشهد الروحاني الرائع الذي يطوق إليه أي مسلم في جميع أرجاء العالم كله، يعني كيف تنقل لنا المشاعر الموجودة حاليا على جبل عرفات سيادة اللواء؟ المشاعر جياشة وفي حب بين جميع الحجيج وكلهم بصراحة بيدعوا بس. نتمنى بالتقدم والتوفيق بإذن الله. نتمنى لكم القبول ونتمنى السلامة لجميع حجاج بيت الله الحرام. سيادة اللواء سيد ماهر الرئيس التنفيذي بعثة الحج المصرية، شكرا جزيلا لك. والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية إن اللجوء للسقوق أفضل من الذبح في الشوارع العامة، والصق يجزئ للأضحية، حيث ستصل لأكبر قدر من الفقراء إن لم يستطع المسلم أن يؤدي ذبح الأضحية. وقال في فتواه إن الشاء إن بلغت الحجم المطلوب يجوز الأضحية بها، حيث إن الوقوف على السن كان لمصلحة الفقير، فإذا بلغت البقرة 400 كيلو جرام يصح الأضحية بها لأن الحكمة مصلحة الفقير.
والحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا أيضا الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية. أهلا بك دكتور إبراهيم. أهلا وسهلا يا فندم، وكل عام وحضرتك والسادة المشاهدين بخير. أنا موجود على صعيد عرفات حيث تلهث الألسنة بالدعاء لمصر أن يحفظها الله بحفظه الجميل وأن يمن على أهلها بالخير واليمن والبركات. ربنا يتقبل منك دكتور إبراهيم ومن جميع المسلمين. دكتور إبراهيم، يعني يا ريت يعني تضعنا في مزيد من يعني التوضيح فيما يتعلق بالأضحية والشروط الواجب توفرها فيها، وعلى من يجب تجب الأضحية. الأضحية كما علمنا أن عذرا نأسف لهذا العطل الفني وانقطاع الخط، وسنحاول الاتصال بالدكتور إبراهيم نجم مجددا في وقت لاحق إن شاء الله. خصصت وزارة الأوقاف 4683 ساحة لاستقبال ملايين المصلين بجميع محافظات الجمهورية لأداء صلاة عيد الأضحى غدا، حيث عينت الوزارة لكل ساحة خطيبا وآخر احتياطيا ممن يحملون تصريحا للخطابة من أبناء الأزهر والأوقاف. وشكلت الوزارة غرفة عمليات مركزية لمتابعة صلاة العيد بالساحات والمساجد ورصد أي حالات مخالفة، كما جددت التحذير بعدم استغلال الساحات للدعاية السياسية أو الانتخابية. أعلن دكتور خالد حنفي وزير التموين أنه تم إعلان حالة الطوارئ في كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية خلال أيام عيد الأضحى المبارك للمتابعة بشكل يومي للأسواق والمحلات والمخابز والمطاحن والحالة التموينية ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية وغيرها من الأنشطة التي تقدم خدماتها للمواطنين وتخضع لرقابة الوزارة، وعمل تقرير يومي، وذلك لتلافي أي شكاوى والعمل على حلها. وأضاف أنه تم إلغاء رحلات المفتشين خلال فترة العيد إلا في حالة الضرورة القصوى، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان الوزارة وأخرى فرعية بالإدارات التموينية في مختلف المحافظات، مشيرا إلى توافر خط ساخن كول سنتر رقم 19280 لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة الأستاذ محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين. أهلا بك أستاذ محمود وكل سنة وأنت طيب. أهلا بك أستاذ محمد، ومصر والأمة الإسلامية طيبة وبخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كل سنة وحضرتك طيب. أستاذ محمود، يعني يا ريت تضعنا في أهم الاستعدادات التي اتخذتها وزارة التموين استعدادا لعيد الأضحى المبارك. أهم الاستعدادات حضرتك بتشتمل على محورين. المحور الأولاني احنا كثفنا المعروض من اللحوم والسلع الغذائية بأسعار منخفضة جدا في كافة فروع المجمعات الفلاحية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة الموجودة في الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية والتي ليس بها فروع المجمعات الفلاحية، بالإضافة إلى تكثيف كميات كبيرة جدا من اللحوم والسلع أيضا في كافة المعارض اللي تم إقامتها على كافة مستوى المحافظات بالتنسيق مع المحليات والاتحاد العام للغرف التجارية. احنا بنطرح سلع غذائيه من سكر ومن زيوت من اسماك اسماك ومن دواجن مجمده ومسلي ومكرونات وبقوليات وخضر وفاكهه بتقل عن الاسواق بنسبه تتراوح من 20% إلى 25%، بالاضافه الى كميات كبيره جدا من اللحوم تم طرحها ايضا في كافه فروع المجمعات السلكيه باسعار منخفضه جدا بتتراوح من 34 جنيه الكيلو الى اقصى سعر 57 جنيه الكيلو اللي هو من استراليا، وخاصة اللحم السوداني الطازج بيتم طرحه بسعر 40 جنيه الكيلو. والدكتور خالد حنفي بيكثف المعروض من هذه السلع مش استعدادا لعيد الاضحى المبارك، لكن على مدار شهور قادمه. طب لانه تعاقد استاذ محمود، طب يعني عدد الفروع والاماكن التي تتم فيها عرض اللحوم، نعلم ان يعني المصريين يركزون دائما في العيد على شراء اللحوم، وكما تعلم يعني اسعار اللحوم عند الجزارين غاليه جدا، يعني عدد الفروع على مستوى الجمهوريه كام؟ ويعني هل يعني عدد الفروع تكفي لتلبيه احتياجات المواطنين؟ احنا عندنا عدد فروع المجمعات الاستهلاكيه وشركتي الجمله حوالي اكثر من 5000 فرع ومنفذ على مستوى الجمهوريه، بالاضافه الى عشرات من السيارات المتنقله المبرده اللي بتحمل ايضا كميه كبيره جدا من اللحوم بالاضافه الى السلع الغذائيه، وايضا احنا كثفنا كميات كبيره جدا من اللحوم ايضا في الشوادر والمعارض اللي تم اقامتها حاليا دلوقتي في المحافظات وخاصه محافظات الصعيد. احنا كثفنا المعروض
من هذه اللحوم والخضر باسعار تناسب كافه الاسر المصريه وخاصه محدودي الدخل، وده تلبيه لكافه احتياجات المواطنين بمناسبة عيد الاضحى المبارك. بقول لسعادتك يا استاذ محمد ان احنا ايضا مش استعدادنا خلال عيد الاضحى المبارك فقط، لكن على مدار العام احنا خلال الفتره الاخيره الدكتور خالد حنفي تعاقد على اكثر من 105 الف راس ماشيه من السودان، حاليا دلوقتي بيتم جلبهم من عن طريق الطريق البري وطريق البحري، وذبحهم في المجازر المصريه تحت اشراف طبي وبيطري، وطرحهم حاليا في كافه المنافذ. طب يا اسمحوا لي، يعني من خلال يعني غرفه عمليات وزاره التموين، يعني كيف رصدتم الاقبال على هذه الفروع التي تعرض لحوم باسعار مخفضه؟ الاقبال كبير جدا 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 على هذه المنافذ، لدرجه ان وصلت مبيعاتها اكثر من 400%، وده اول مره تحدث لمنافذ المجمعات الاستهلاكيه منذ انشائها عام 1968، ولقي اقبال كبير جدا من المواطنين، وفي نفس الوقت عليها رقابه مشدده من قبل مباحث التموين ومن قبل مفتشين التموين. زي ما سعادتك ذكرت احنا لدينا خط ساخن 19280، اي مواطن له شكوى من اي فرع من فروع المجمعات الاستهلاكيه او خدمه غير جيده اتصل بينا فورا، واحنا بنشكل لجنه وبيتم ارسال حمله لمقر الشكوى المتاجد من جديتها، يتم اتخاذ اجراءات قانونيه تجاه المخالفين. شكرا للاستاذ محمود دياب المتحدث باسم وزاره التموين، شكرا جزيلا لك. الى موضوع اخر، حيث اعلنت وزاره الكهرباء عن توفير فرق فنيه لسرعه التعامل مع الاعطال طوال ايام العيد، وتوفير مولدات احتياطيه متحركه وانتظام الورديات ووجود القيادات بمواقع العمل. وقال الدكتور محمد شاكر وزير انه تم تاجيل الصيانات الدوريه والمناورات خلال اجازه العيد، مؤكدا عدم اجراء اي تخفيف للاحمال خلال اجازه عيد الاضحى المبارك. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا مباشرة الدكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء. أهلا بك دكتور محمد وكل سنة وانت طيب. وانت طيب أستاذ محمد وكل المشاهدين بخير يا رب، أهلا وسهلا. دكتور محمد، يعني يا ريت تضعنا في أهم الاستعدادات من قبل وزارة الكهرباء لعيد الأضحى وأجازة عيد الأضحى إن شاء الله. هو دائما يعني قطاع الكهرباء وشركات الانتاج والنقل والتوزيع يعني بتكون في حاله استنفار، بتعلن حاله الطوارئ، بتفعل وتنشط غرف العمليات في الشركه القابضه وفي الشركات التابعه. عندنا 9 شركات للتوزيع بتغطي جمهوريه مصر العربيه بجميع المحافظات. بالتاكيد بيكون في تاكيد على انتظام الورادي، تواجد القيادات في مواقع العمل، بتتأجل بقى عمليات الأجازات في هذه الأيام علشان يكون في ضمانة لتوفير فرق صيانة محددة بالأسماء وأرقام التليفونات والمواقع والتوقيتات، فرق صيانة سريعة التحرك للتعامل مع أي عطل يعني خارج عن الإرادة. بيوقفوا برضو الصيانات الدورية والمناورات، لأنه زي ما أكدنا دايما في البيانات مؤخرا أنه ما فيش لا عندنا تخفيف أحمال، إحنا عندنا قدرات يعني فائض في الإنتاج. في نفس الوقت كمان في الاستعداد بما يسمى الوحدات الديازل او وحدات التوليد المتحركه، بتبقى جاهزه لتوفير الكهرباء لاي منشاه يحصل فيها عطل يعني خارج عن الاراده. كمان يعني بيكون في تنسيق الحقيقه مع المحليات من جانب والاوقاف من جانب علشان المساجد والصلاه بكره ان شاء الله، وشرطه الكهرباء من جانب اخر، دوريات متحركه مع بالتعاون مع القوات المسلحه والشرطه على المنشات الكهربائيه والابراج، يعني جهود مختلفه على اصعده مختلفه ان شاء الله معاها يكون في استقرار للتغذيه الكهربائيه. نتمنى لكم التوفيق. الدكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزاره الكهرباء. والحياه الان مستمره بعد هذا الفاصل القصير، فانتظرونا. لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لبيك اللهم لبيك. وأهلا بكم من جديد مع الحياة الآن، حيث أكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية أنه تم تخصيص رقم تلفون 33 35 67 08 لاستقبال أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين طوال أيام العيد للعمل على حلها فورا، مشيرا إلى قيام غرفة عمليات الوزارة بمتابعة عمل أجهزة المرافق والهيئات الخدمية في المحافظات على مدى 24 ساعة يوميا بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات. وقال زكي أنه تم رفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك غدا، مع تكثيف أعمال النظافة في الميادين والشوارع والساحات المخصصة لصلاة العيد وحول المساجد والطرق المؤدية إليها، وفتح الحدائق والمتنزهات العامة للمواطنين، إضافة إلى توفير أكياس للقمامة للحفاظ على النظافة العامة. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. 4683 ساحة خصصتها وزارة الأوقاف تستقبل بعد ساعات ملايين المصلين بجميع محافظات الجمهورية لأداء صلاة عيد الأضحى، حيث عينت الوزارة لكل ساحة خطيبا وآخر احتياطيا ممن يحملون تصريح الخطابة من أبناء الأزهر والأوقاف. كما شكلت الوزارة غرفة عمليات مركزية لمتابعة صلاة العيد بالساحات والمساجد ورصد أي حالات مخالفة، كما جددت التحذير بعدم استغلال الساحات لدعاية سياسية أو الانتخابية. وتكثف وزارة التموين الحملات الرقابية على الأسواق خلال إجازة عيد الأضحى، خاصة المرور على الجزارين وشوادر الخراف الحية والماشية والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطة الوقود، كما تزيد المجمعات الاستهلاكية كمية المعروض من اللحوم لمواجهة الطلب المتزايد بأسعار تتراوح بين 35 و55 جنيه للكيلو. بينما تنسق وزارة التموين والبترول لطرح مليون اسطوانة بوتاجاز يوميا واستمرار عمل المستودعات لتوفير الاحتياجات، مع زيادة المعروض من البنزين والسولار في المحطات خاصة على الطرق السريعة وبين المحافظات لعدم حدوث أزمات حتى نهاية العيد، بالإضافة إلى زيادة حصص المحافظات من الدقيق والتنسيق مع البقالين لاستمرار صرف المقررات والسلع التموينية وتوفير الحصص اللازمة من المقررات طبقا لاحتياجات كل منطقة. وزارة الصحة استعدت لعيد الأضحى بنشر سيارات الإسعاف على الطرق السريعة بزيادة 20% إضافة إلى 10 لانشات إسعاف، كما تم تخصيص طائرتي إسعاف. وقد أكدت الوزارة على تجهيز المستشفيات وتوفير فصائل الدم بجميع بنوك الدم، وكذلك تشكيل فرق لمتابعة المجازر والمطاعم خلال العيد. وزارة النقل أعلنت حالة الطوارئ بمختلف الأجهزة التابعة لها لتيسير احتفالات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى، حيث تدفع هيئة النقل العام في القاهرة الكبرى ب 1632 أتوبيس في المناطق الترفيهية والتاريخية لخدمة المواطنين المتنزهين، بينما يعتمد الأتوبيس النهري على 9 وحدات. ولتجنب ازدحام القطارات أعلنت هيئة السكك الحديد بأنها ستدفع ب30 قطارا إضافيا لمواجهة زحام المسافرين. إلى وزارة البيئة، حيث قال الدكتور جمال الصعيدي رئيس قطاع الفروع في وزارة البيئة أنه تم إعلان حالة الطوارئ خلال أيام عيد الأضحى المبارك لمتابعة حالات تلوث الهواء والمياه، مؤكدا أن مسؤولي التفتيش والمتابعة لم يحصلوا على أجازات خلال العيد. وأضاف أن الوزارة تسعى لإحكام السيطرة على جميع المخلفات الزراعية والمخلفات البلدية وعوادم السيارات أو تلويث المياه وغيرها، والتي من الممكن أن يستغل المواطنون أجازة العيد ويخالفون القانون ويلوثون البيئة. أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رفع حالة الطوارئ بكل الشركات التابعة لها في المحافظات وإلغاء الإجازات والراحات، وذلك خلال أيام عيد الأضحى. وقال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إنه أصدر تعليمات بإلغاء الأجازات لكل القيادات بشركات المياه في مختلف المحافظات ورفع حالة الطوارئ خلال أيام العيد لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتلاشي انقطاع المياه.
وطالب المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه حتى لا تعاني بعض المناطق من نقص كمية المياه، وأيضا الحفاظ على الصرف الصحي والتخلص من مخلفات الأضاحي بالصورة الأمثل. تفقد الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل محطة مصر للوقوف على آخر استعدادات هيئة السكك الحديدية لعيد الأضحى المبارك. كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد قررت بدء أول تشغيل تجريبي للقطار VIP، خدمة جديدة فاخرة على خطوط الوجه القبلي القاهرة أسوان، وذلك بعد التأكد من إجراءات السلامة. كاميرا الحياة الآن انتقلت إلى هناك لرصد آخر الاستعدادات داخل محطة مصر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، في رسالة الزميلة سمر يحيى. داخل محطة مصر يعني كما ترى خلفي توافد كبير وإقبال كبير من قبل الراكبين للالتحاق بالقطارات المسافرة لمحافظات عديدة. مزيد عن الحالة الأمنية هنا في محطة مصر في ظل هذا الازدحام، معي العميد محمد عبد الغفور مدير إدارة شرطة السكك الحديدية. أهلا بك يا فندم. أهلا يا فندم، أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبين وأهلنا وناسنا في مصر كلهم بخير. كنا عايزين نعرف من حضرتك عن الحالة التأمينية أو الخطوات أو اللي يعني بتعملوا إيه عشان خاطر تأمنوا محطة مصر في يعني في ظل هذا الازدحام. ويمكن حضرتك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية ومنظومة العمل فيها في الوزارة في العمل على راحة المواطنين في ضوء إن إحنا قطاع خدمي. فعندنا سكة الحديد بصفة العموم، محطة القاهرة بصفة خاصة، أنا عندي راكب وعندي مركبة، فبأمن الراكب في دخوله وفي نفس الوقت آمن وما يندسش حد من العناصر دي من خلال أطواف، من خلال حلقات ودوائر طبقا لخطة أمنية موضوعة بإشراف السيد اللواء مساعد الوزير السيد اللواء محمد يوسف. الحلقات دي بتبدأ من الخارج في الساحة الخارجية للمحطة، يعقبها تحقيق اشتباهات من ضباط المباحث، يعقبها الدخول من خلال البوابة الإلكترونية وأمتعة الركاب من خلال أجهزة الإكس راي، يعقبها بعد كده تاني حلقة أخرى في الصلاة وعلى الأرصفة استخلاص لحالات الاشتباه، بالإضافة إلى أن المحطة بالكامل مراقبة بالكاميرات بسيستم معين موجود ليه غرفة، وعندنا خدمة بتبلغنا إذا في أي حاجة بيتوجه ليها فرد الشرطة. ده عن الدخول للمحطة. هل بتكون في إجراءات زيادة يا فندم في يعني في الأيام اللي بتبقى قبل المواسم؟ طبعا الأيام زي الأيام دي فيها كثافة كبيرة جدا، احنا مكثفين الخامات بطريقة غير عادية عشان راحة المواطنين المتجهين لذويهم في إبلي وفي بحري وخاصة الوجه الإبلي، لأنه في إقبال شديد وفي تعاون وثيق وتام بيننا وبين الجهات المعنية كهيئة السكة الحديد للعمل على راحة المواطنين في توفير رحلات قطارات مخصوصة بتخل الركاب المتجهين إلى محافظاتهم في الجنوب. طب يا فندم يعني بالنسبة للتذاكر السوق السوداء يعني إزاي بتتصدوا لها في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد تدشين أو انطلاق يعني أنك تاخد التذكرة بتاعتك ببطاقة الرقم القومي؟ ويمكن حضرتك موضوع الرقم القومي حد شوية من موضوع بيع التذاكر في السوق السوداء، إلا أنه ده إن صح التعبير سلوك وثقافة. أنا النهاردة ومع ذلك إدارة البحث عندنا في إطار خطتها الموضوعة وبرئاسة سيادة اللواء خالد الطوخي مدير مباحث الإدارة، ظابطين من شهر 8 إلى الآن أو خلال الفترة القليلة الماضية أكثر من 25 قضية على مستوى الجمهورية في السكة الحديد، السوق السوداء، بيع التذاكر بالسوق السوداء أو بيعزل من سعرها الحقيقي إعادة بيعها. لكن المنظومة دي الموضوع ده أنا مصرح ليا كمواطن بالرقم القومي حتى بعد الرقم القومي إن أنا أشتري 4 تذاكر، طب أنا وفلان 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 اتفقنا واشترينا. هنا بيجي دور إدارة البحث وشغل التحريات وظبط القضايا دي. شكرا يا فندم على المجهود ده، ويعني كل سنة وانت طيب. وحضرتك بألف صحة وسلامة، كل سنة وحضرتك طيبة، كل سنة وحضرتك. كانت هذه كل التفاصيل داخل محطة مصر، نتمنى للجميع أجازة سعيدة ونعود إليك مرة أخرى. شكرا للزميلة سمر يحيى من محطة مصر. إلى موضوع آخر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن 100 من الشباب المحبوسين في خرق قانون التظاهر
وبعض الحالات الإنسانية. يذكر أن من ضمن المعفو عنهم في القرار الرئاسي سناء سيف عبد الفتاح ويارا سلام والصحفي محمد فهمي المتهم في قضية خلية المريط والشاعر عمر الحاذق. قررت وزارة الداخلية الإفراج بالعفو عن 358 من المسجونين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر 2015. جاء ذلك تنفيذا للقرار الجمهوري الصادر بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وعيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر 2015. رفعت وزارة الداخلية درجة التأهب في جميع قطاعاتها استعدادا لتأمين احتفالات المواطنين أثناء أيام العيد، وتم تكثيف الخدمات الأمنية ونشر قوات التدخل السريع بالإضافة إلى نشر الأكمنة والتمركزات الأمنية بالطرق السريعة لتأمين المسافرين والحد من مخالفات سرعة السير. التقرير التالي يلقي الضوء على أهم استعدادات وزارة الداخلية لتأمين احتفالات العيد. قبل ساعات من استقبال عيد الأضحى المبارك، رفعت وزارة الداخلية درجة التأهب في جميع قطاعاتها إلى الحالة جيم استعدادا لتأمين احتفالات المواطنين أثناء أيام العيد. فقد تم تكثيف الخدمات الأمنية ونشر قوات التدخل السريع بالإضافة إلى نشر الأكمنة والتمركزات الأمنية بالطرق السريعة لتأمين المسافرين والحد من مخالفات سرعة السير. كما سيتم الدفع بعشرات من الأكمنة لتيسير الحالة المرورية بمحيط صلاة العيد والحد من المخالفات المرورية خاصة في المناطق العامة التي تشتهر بالزحام أثناء الأعياد. ولتأمين المراسي والمراكب النيلية، أعلنت شرطة المسطحات المائية أن الحملات الأمنية مستمرة على المراكب النيلية غير المرخصة، بالإضافة إلى نشر اللانشات بطول نهر النيل لتأمين احتفالات الأهالي بالعيد. ظاهرة التحرش الجنسي في أيام العيد ستحاول الشرطة النسائية منعها عبر الانتشار في أماكن التجمعات الجماهيرية كالحدائق والمتنزهات العامة ودور السينما ومنطقة وسط القاهرة. كما حذرت وزارة الداخلية المتحرشين من تعرضهم للسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات في حال تعرضهم لفظيا للسيدات. نجحت المرحلة الأولى من عملية حق الشهيد في القضاء على 377 إرهابيا خلال 15 يوم الأولى منها عبر عمليات المداهمة وتدمير المراكز والبؤر التي تتحصن بها العناصر الإرهابية والإجرامية، بالإضافة إلى القضاء على شبكة واسعة من مخازن الأسلحة والمتفجرات التي تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ عملياتها ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى أهالي شمال ووسط سيناء. التقرير التالي يلقي الضوء على نجاحات القوات المسلحة في القضاء على البؤر الإرهابية خلال عملية حق الشهيد. نجاح كبير حققته القوات المسلحة في عملية حق الشهيد في مواجهة العناصر التكفيرية في سيناء، والتي أعلنت القوات المسلحة انتهاء المرحلة الأولى منها بعد تحقيق أهدافها. العملية العسكرية الشاملة التي بدأت قبل 16 يوما شاركت فيها القوات المسلحة والشرطة المدنية، ونجحت في القضاء على 377 إرهابيا خلال 15 يوما الأولى منها عبر عمليات المداهمة وتدمير المراكز والبؤر التي تتحصن بها العناصر الإرهابية والإجرامية، بالإضافة إلى القضاء على شبكة واسعة من مخازن الأسلحة والمتفجرات التي تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ عملياتها ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى أهالي شمال ووسط سيناء. عملية حق الشهيد نجحت في إحكام السيطرة على كافة الطرق في رفح والشيخ زويد والعريش والقرى المحيطة بها والتي يتمركز بها الإرهابيون، إلى جانب تدمير الأنفاق والملاجئ التي تستخدمها تلك العناصر. القوات المسلحة طيلة تنفيذ عملية حق الشهيد التزمت بأقصى درجات الحظر للحفاظ على أرواح وممتلكات أهالي سيناء ولتجنيبهم التعرض لمخاطر العمليات العسكرية ضد الإرهابيين. كما تقدمت القوات المسلحة بالتحية لشعب سيناء البطل لتعاونه غير المسبوق مع القوات المسلحة والشرطة وتحمله للأعباء التي فرضتها ظروف العمليات الأمنية والتي تؤدي إلى القضاء على الإرهابيين الذين يعيقون
40 خطط تنمية أرض الفيروز. وخلال الأيام القادمة تتواصل المرحلة الثانية من عمليات حق الشهيد، حيث أعلنت القوات المسلحة مواصلة التعاون مع الشرطة لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على رفح والشيخ زويد والعريش، والاستعداد للتعامل مع أي تهديدات تمس أمن المواطن السيناوي، إلى جانب التأمين الشامل لكافة المرافق والأهداف الحيوية بتلك المناطق والطرق المؤدية إليها، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية والغذائية والاجتماعية لأهالي سيناء. يغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك غدا الخميس للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 70. كان الرئيس السيسي قد أجرى أمس اتصالا هاتفيا بالرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، تم خلاله التشاور حول دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. قال السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة إن الرئيسين تناولا وتبادلا وجهات النظر إزاء عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أكد الرئيسان على أهمية تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، لما سيكون لذلك من انعكاسات إيجابية على الواقع الأمني والاقتصادي فيها. ولمزيد من التفاصيل حول الزيارة المهمة والمرتقبة للرئيس السيسي إلى نيويورك، ينضم إلينا مباشرة من هناك المهندس مصطفى الشيخ رئيس المجلس المصري الأمريكي. أهلا بك باشمهندس. أهلا وسهلا، ازيك يا استاذ محمد؟ كل سنة وحضرتك طيب. وكل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب. مهندس مصطفى، يعني ما هي الاستعدادات التي اتخذتموها يعني كجالية مصرية موجودة في نيويورك استعدادا لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركته في أعمال الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة؟ هو هيكون في احتفالات عديدة جدا وكبيرة، احتفالا بالرئيس السيسي لأنه جاي برضو في العيد عندنا، فدي فرصة عظيمة جدا، فهتكون احتفالات عديدة وأكبر ما كانت عليه. والجالية بتاعتنا متوحدة المرة دي عن المرات الماضية. طب يعني إيه أبرز الاستعدادات؟ هل ستكون لكم لقاءات مع الرئيس السيسي؟ هل مثلا ستتظاهرون أمام مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ ده طبيعي، بس الرئيس هيكون عنده اجتماعات عديدة مع هيئات كثيرة من الجالية المصرية وجاليات أخرى في أمريكا وفي نيويورك. الاستعدادات رهيبة بالنسبة للأمن هنا في نيويورك، لأن أهم شخصيتين هيوصلوا لنيويورك هيكون الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا البابا من الفاتيكان بابا فرانسيس، أول زيارة له في أمريكا وفي نيويورك. شكرا. شكرا طبعا، الاستعدادات هتكون رهيبة. شكرا المهندس مصطفى الشيخ رئيس المجلس المصري الأمريكي من نيويورك، شكرا جزيلا لك. إلى موضوع آخر، حيث يعاني سكان حي الأشجار في المقطم من تعرض حديقة الأشجار إلى عملية إزالة موسعة وممنهجة، وذلك بعد بيع الحديقة لأحد رجال الأعمال في شبهة فساد مع رئيس الحي. كاميرا الحياة الآن انتقلت إلى هناك لرصد تلك المعاناة في رسالة الزميل أحمد غنيم. أهلا بكم مشاهدينا من منطقة المقطم، وبالتحديد في شارع الأشجار. كان هناك استغاثة ونداءات من قبل أهالي هذا الشارع طوال الفترة الماضية، وبالتالي انتقلنا إلى هذا الشارع لمعرفة ورصد هذه المشكلة ومعرفة أيضا أبعادها. معي الآن الأستاذ شريف حمودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ومرشح للبرلمان القادم عن هذه الدائرة. بنرحب بك أستاذ شريف، عايزين نعرف بالضبط إيه المشكلة. يعني المشكلة هنا مش مشكلة خاصة، دي مشكلة منطقة ومشكلة، يعني النهاردة بقت في أزمة فساد ضخمة جدا في البلد، وأعتقد إحنا آن الأوان إن إحنا نقضي على هذا الفساد. هنا الناس بتطالب، أهالي المنطقة بيصرخوا من حقهم، ويعني منطقة منذ أكثر من 60 عاما هي منطقة حدائق ومخصصة بقرار جمهوري، وفجأة تقرر المحافظة أن تعطيها لمن ليس له صحة صفة، ثم يقوم بإنشاء برج تجاري أو بهذا المنظر. مسألة يعني إحنا في وضع صعب جدا، وضع الناس بتستغيث. أعتقد بعض الزملاء
مين، اتكلموا عن الموضوع الفتره اللي فاتت. احنا قررنا المره دي بقى يحصل تركيز جامد عليها، مش هنسكت عن حق الناس، وفي حمله محاوله تسارع. الرخصه انتهت وتم الغائها من فتره طويله لهذا المشروع الغريب الشكل، ثم بقدره قادر تم اعاده هذه الرخصه الى الحياه، ثم يسارع المقاول بهذه السرعه. ناس لا تقدر الجمال، لا تقدر احتياجات الناس انها تتنفس، ثم نتحول منطقتنا من منطقه يعني تتميز بطبيعه سكانيه وحضاريه بشكل معين تتحول الى هذا الشكل. خلينا نتكلم عن المحاولات خلال الفتره اللي فاتت، هل كان في محاولات مع الحي مع المحافظه نفسها؟ يعني انا يمكن هسيب الدكتور ابراهيم، هو احد السكان في المنطقه وهو هيقدر يتكلم، لكن في محاولات يعني مستمره ومتواليه مع المحافظه ومشتغلين فيها، ونتمنى اعتقد ان احنا حق الناس يرجع لهم الفتره القادمه. وفي شكوى تقديم لرئاسه الجمهوريه وبدا يحصل اهتمام، وفي مندوب النهارده من مجلس الوزراء، بنشكر مجلس الوزراء النهارده على اهتمامهم ان هم بعتوا المندوب. دكتور ابراهيم هيشرح الحركة اكتر يعني منه. في محاولات ولكن نقدر نقول دون جدوى. للاسف الشديد احنا بنسارع الزمن نحو محاوله فرض امر واقع، ان شاء الله هنقدر ان احنا نوقفها قبل ما يفرض امر واقع لا يمكن التعديل فيه ان شاء الله. ونتمنى ان لجنه مجلس الوزراء المحافظه ان تنظر لهذا الموضوع، وده عنوان للمرحله القادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا. برضو معي احد اهالي المنطقه والدكتور مصطفى ابراهيم فوزي. دكتور يمكن شايفين يعني المنطقه دي كلها منطقه جناين، ويمكن في المنطقه دي بيبني المقاول، وبالفعل تم استقطاع قطعة كبيرة جدا من هذه الجنينة. كلمني بالضبط عن المشكلة وعرفني يعني المحاولات في الفترة اللي فاتت قالت ليه في الآخر. احنا ببساطة جدا مشكلتنا كبيرة، لان احنا هنا في المقطم، المقطم ده مبني بقانون خاص صادر من رئاسة الجمهورية سنة 54، القانون 65. القانون بينص ان الحكومه ملهاش في المقطم غير 5% لاستخدامها كخدمات للسكان، يعني لا تملك انها تبيع ارض تبيعها لاي حد. امال دي اتباعت ازاي؟ دي اتباعت بالفساد. ده فساد من سنه 2007، احنا اتفاجئنا ان الارض دي متخصصه لجزار اسمه عنتر عن طريق محافظ القاهره السابق او الاسبق اللي هو عبد العظيم وزير. الأرض ببساطة جدا متخصصة له مقابل كتعويض عن محلين كان مأجرهم في العباسية. المحلين الإيجار دول تم تقدير التعويض ليهم بمئة ألف أو 110,000 بالضبط جنيه. 110,000 استبدلوهم بأرض تمنها يفوق ال 12 مليون جنيه. تمام. طب عشان الوقت أنا عايز أعرف المحاولات اللي أنتوا عملتوها في النهاية وصلت ليه؟ والله احنا من 2007 في صراع معاهم على قطعة الارض اللي هي جنينة دي بشكل يعني فظيع. احنا طلعنا فيها لرئاسة الوزراء واشتكينا لرئاسة الجمهورية واشتكينا للمحافظ واشتكينا لنائب المحافظ، ولكن احنا بنتفاجئ ان في قرارات بتتم ويتجدد الترخيص بطرق ملتوية وتبريرات غير قانونية احنا مش عارفينها. يعني ومش اتلغت ورجعت مرة تانية ومقول دلوقتي وبيبني دلوقتي على وبيبني بيشتغل 24 ساعة على امل فرض الامر الواقع علينا. يعني بدل ما تبقى المشكلة بيننا وبين واحد، بتبقى المشكلة بيننا وبين 200 واحد اللي هيسكنوا. شكرا ليك. اعتقد ان الصوره وضحت، وكما تشاهدون خلفي يمكن تجمع عدد كبير من اهل هذا الشارع، وما زال ايضا المقاول يعني مستمر في عمله، ويمكن كما قال يعني احد اهالي المنطقه بان يكون هناك امر واقع امام الجميع. شكرا لكم مشاهدينا، وعوده مره اخرى للاستوديو. شكرا للزميل احمد غنيم. ولمتابعه هذه المشكله ينضم الينا مباشره اللواء سيد ناصر نائب محافظ القاهره للمنطقه الجنوبيه. اهلا بك سيد اللواء، كل سنه طيب. اهلا بك. سيادة اللواء، يعني اكيد يعني استمعت المشكلة من اهالي حي الاشجار في منطقة المقدم. هم يشكون ان هناك فساد نجم عنه بيع حديقة لاحد رجال الاعمال. محافظة القاهرة كيف تتصرف مع هذه الشكوى؟ الموضوع باختصار شديد، احد الاشخاص كان له محلين ملك في ميدان العباسية، ولما اتعمل نصف الأنفاق انتزعت ملكيته للأرض ديت في المحلين. ومحافظ القاهرة الأسبق عام 2007 خصص له الأرض دي تعويضا له عن المحلين اللي تم نزعهم لنصف الأنفاق. كان عليه بعض مبالغ مالية قام بسداد جزء منها وجار في السداد الباقي تعويضا عن فرق السعر يعني.
وله ترخيص، الترخيص ده فعلا هو بيزوله وبيقوم بعمل البناء دلوقتي. ولكن يعني الاهالي بيقولوا ان اصلا ده يعني لا ينطبق مع القانون ومخالف للقانون، وان في شبهه فساد مع رئيس الحي. لا معالي الباشا، ده ما ينفعش يبقى فيها حاجه. ده طالما في رخصه يبقى في اجراءات قانونيه، وبعدين ارض مخصصه سنه 2007 مش لسه النهارده رئيس حي. رئيس حي ده من 2007 لغايه النهارده تغير 7-8 رؤساء احياء. ودي ارض مخصصه من وزير سنه من محافظ سنه 2007 مش لسه النهارده، بقى لها 8 سنين. طب يا سياده اللواء، في مثل هذه الظروف انتم كمحافظه يعني في شكوى، يعني نفترض ان كلام حضرتك تمام، يعني كيف يعني تتعاملوا مع هذه الشكوى من المواطنين؟ كيف توضح لهم الصوره الحقيقيه؟ هو دلوقتي هو يمكن احد الاشخاص، انا شاهدته في البرنامج حضرتك دلوقتي، الدكتور مصطفى كان شرفني في المكتب هنا، وفعلا بالفعل احنا عرضنا المذكره بكاملها بالرخصه بتخصيصاتها بالحاجات دي كلها على المستشار القانوني بتاعنا هنا في المحافظه في المنطقه، وفي خلال يعني لن تتجاوز اجازه العيد. شكرا شكرا سيادة اللواء سيد ناصر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية. وإلى مصر نظيفة، الحملة التي أطلقها برنامج الحياة الآن والتي تهدف إلى القضاء نهائيا على ظاهرة انتشار القمامة على مستوى الجمهورية وإيجاد حلول جذرية لمواجهة هذه الظاهرة وإعادة المظهر الحضاري إلى الشارع المصري. كاميرا الحياة الآن انتقلت إلى منطقة شبرا الخيمة غرب في القليوبية لترصد تراكم القمامة مع زميل أحمد غنيم. تفضل يا أحمد. مرحب بك زميلي محمد. الجولة هذه المرة في شارع أحمد عرابي بمنطقة شبرا الخيمة حي غرب. ربما زي ما يعني كنا بنرصد سلبيات بنرصد هذه المرة إيجابيات، ولكن يبدو أن المعاناة لم ترتبط فقط بالأهالي ولكن أيضا بالحي، حيث يقومون بتنظيف القمامة ولكن ربما دقائق أو ساعة بالكثير وتعود القمامة مرة أخرى إلى الشارع هنا في شبرا الخيمة. مع الآن الأستاذ سيد موسى رئيس حي غرب شبرا الخيمة، بنرحب بك أستاذ سيد. شايفين مجهود كبير وشايفين عربيات يعني بتشيل يعني كميه كبيره جدا من القمامه، ولكن يعني كلمنا عن المشكله، ازاي يعني نحل المشكله دي؟ هو في البدايه بس بنقول شعب مصر كله كل سنه طيبين جميعا بمناسبه عيد الاضحى المبارك ووقفه عرفات. يا رب يعني ربنا يتقبل ويغفر لحجاج بيت الله، وكل عام وانتم طيبين جميعا. احنا دلوقتي في شارع احمد عرابي اشد شارع وكثافه سكانيه في شبرا الخيمه كلها. احنا يوميا الشارع ده عاملين ورديتين، بنرفع الزباله منه ورديتين، ورديه صباحيه وورديه مسائيه. بشيل من الشارع ده لوحده 1200 طن يوميا ما بين رطش وما بين قمامه. طبعا سلوكيات، بنعاني من سلوكيات سيئه جدا، بنشيل الزباله الصبح واخر النهار، المواطن بيرمي زباله 24 ساعه، بنقول له تعاون معانا ارمي فتره الليل وامتنع بالنهار بحيث ان احنا لما نشيل كوم ما نرجعش بعد 5 دقائق تاني. انت حضرتك شايف دلوقتي نقطه التجمع لوحدها شايله منها اربع عربيات، العربيه 20 طن يعني 80 طن زباله. بنعاني من عربيات سلوكيات الفريزه والتجار الخرده والعربيات الكارو الحاجات دي كلها برضه اساليب معاناه برضه. بنقول من عايزين نحسن من سلوكياتنا عشان نقدر ان احنا ننهض بالبلد، والحته اللي ننظفها نقدر نشوف حته غيرها ان شاء الله. طب سريعا عشان وقتنا في 20 ثانيه بالظبط، تعليق حضرتك على المجهود ايه؟ فعلنا هو الجماعه بيعملوا مجهود كبير جدا كل يوم، لكن في الاساس احنا عايزين حل جذري. احنا عايزين مكان نرمي فيه الزباله. انا ساكن هنا في العماره ما عنديش مكان ارمي فيه زباله، فانا بضطر ارمي في الشارع، يجي هو برضك يلم الزباله. غير ان هنا بقى زي مقلب في وسط المساكن، بقى مقلب، فكل الناس بتيجي ترمي هنا، هو كل يوم بيشيلها. تاني حاجه سريعه الصناديق دي مهمه جدا نرمي فيها وتتشال. تاني حاجه الشارع اتحول لجراشات، الشارع كله اتحول لجراشات. الجراش عربيه ب 150 جنيه، انا عربيتي ما اعرفش اركنها قدام الشارع، قدام البيت ما اعرفش اركنها. احنا بنتكلم عن مشكله القمامه دلوقتي، من حلها؟ والجراشات ما واخده الرصيف كله، الشارع كله جراشات وجراشات. احنا بنعتذر ليك برضو عشان احنا وقتنا بيضيق. شكرا ليك محمد. كما رصدنا انتشار القمامه هنا في شارع احمد عرابي والمجهود اللي بيتم سواء من قبل الحي وايضا المعاناه من قبل الاهالي. عوده ليك مره اخرى في الاستوديو. شكرا للزميل احمد غنيم من منطقه شبرا الخيمه. وبهذا الخبر نصل لنهاية هذه الجولة الإخبارية من الحياة الآن، فشكرا على المتابعة وإلى اللقاء، وكل عام وأنتم بخير.
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك